مع الأساتذة الباحثين أعمر محمد والباحث عبد الهادي الناجم في مداخلة معنونة بأي دور التنمية المستدامة وأثارها الاقتصادية بالساحل الجنوبي المغربي قرقايا وأخ إبليس نموذجا. تفضل مشكور. السلام عليكم جميعا، دورنا نتقدم بجزيل الشكر الى جمعية شباب الصناعة التنمية المستدامة وكذلك جمعية البلد لذوي الاحتياجات الخاصة على مجهودهم الجبار تنظيم هذا اللقاء وهذا الملتقى الدولي الثالث. ربما هذه مداخلة تضيف يعني وقت متدخل لحل مجموعة من الاشكاليات الترابية ومن الاشكاليات التي يعاني منها المجال الجغرافي في طرف التدريس. هذه المداخلة هي أعمال مثمرة من زميلي صديقي عبد الهادي الناجم يعني دكتور في الجغرافية من خريج جامعة القاضي عياض مختبر الجيومورفولوجيا والبيئة والمجتمع في القاضي عياض في إدارة العلوم الإنسانية تخصص الجغرافية باعتبارنا باحثين في هذا المجال وأبناء هذا المجال الجغرافي. حاولنا أن نضع يعني مجموعة من التساؤلات حول آفاق هذه التنمية المستدامة، كيف يمكن أن نجعل منها مجالا خصبا لجعل قرقايا أو المجال أو إقليم قرقايا نقطة جذب ليست نقطة طرد. هذه المغاربة لا يمكن أن تكون نظرية بل يجب أن تكون تطبيقية، وهنا تعين من المنظمة سياسية
الطرافي اللي فيه حنا يعني بلد سياحي ولكن هذا سفينات كتاثر بالجوع والسكر سبحان الله هذه مجيب البن سواء أنا سيصير الساعة سيصير مشو الصحة مشو الأغلال كده يقول لك بعد من البن اطلاق الدراسة من البن ووحدي ثاني يقول لك رانك ما كنت عدل الشيء والمستقبل كذا لو ليت عدل الريح الريح ما كان حد أنا حياتي قاعد تخيط عن الريح يتعذب عن فيها هيدا الريح يتعذب الريح ضيك هي عاد يعني المشاريع كبرى في طرفها هي إيجابية، أنه يعيش
يستمروا يعني يجيبوا لي العمليات ويدير العمليات ويحاضروا وبيطاروا ونغيروا الوضعيه الاجتماعيه ديال مجموعه من فئات الشباب. هذا ما جابش الرافي في الخصوصيه ديالو مثلا النساء ولا شي حاجه من هذا الوان هذا كيف قلنا تقليد طبيعي ماشي تقليد غير جماعه الطفايه وجماعه التفاعل في الجماعه ما بين جماعه الطفايه والطح كاين واحد المحطه اللي تسويها محطه اللي هي عندنا زياره اللي بان كنا تحدثنا فيها